ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل، ومعانا فقرتنا دلوقتي. معانا ميك اب ارتست ياسمين الخالدي، اهلا بيك. ومعانا رحاب الموديل، اهلا بيكم، منورينا في فقرتنا. دلوقتي اول حاجه كده هنحب نسالها لك، طبعا ازاي بديتي في مجال الميك اب ارتست ده؟ يعني عملتي ايه؟ دخلتي ازاي المجال ازاي؟ طبعا اي بنت في البدايه بتبقى من طموحاتها ان هي بتحب الميك اب وبتحب الفاشن والحاجات دي. فانا طبعا بعد ما خلصت الكليه كان في ناس حواليا بيشجعوني، فبدات ان انا اخد كورسز. بداتها مع ميك اب ارتست مغربيه اسمها سانزي، دي اللي ليها الفضل عليا يعني. وبعدين سافرت لبنان. فضل عليك بعد ربنا. طبعا اكيد. وبعدين سافرت لبنان، حضرت مع فادي قطايا وبسام فتوح، كانت كورسز هناك برايفت. وبعدين بقى رجعت مصر هنا، فتحت بيوتي صالون بتاعي وفي ميك اب استوديو، وبدات بقى لي دلوقتي 4 سنين. الحمد لله. طب كلمينا بقى عن اللوك اللي انت عاملاه على الموديل. هو المفروض ان انا هعمل لوك ويدنج دلوقتي. معظم العرايس والبرايد دلوقتي بيحبوا السامبل لوك، يعني يبقوا حاطين فول ميك اب بس في نفس الوقت تبان سامبل، ما تغيرش ملامحها. ده الطلب اللي معظم العرايس بيطلبوه مني. طيب اتفضلي اشتغلي، وانا عايز اسالك سؤال كده. هل رايك كده انه الميك اب، يعني انك تكوني ميك اب ارتست، هل هي مجرد موهبه ولا ممكن بالممارسه؟ يعني لو حد حابب من الموضوع بس ما عندوش الموهبه يعني الاغلب قوي. ايه الاغلب بيبقى موهبه؟ بص، ولا انت ممكن تاخد كورسات تبقى هو شاطر؟ ممكن طبعا معظم البنات دلوقتي بياخدوا كورسات وكده، بس لو هي مش حابه الحاجه مش هتعرف ان هي تبتكر فيها. يعني لازم انت دايما تكوني حابه اي مجال انت فيه، يعني مجال شغلك تكوني حاباه، لان انت لو ما بتحبهوش وخدتي كورسز هتيجي دايما هتلاقي في بوينت انت وقفتي عندها وخلاص، بقى جالك احباط ومش عايزه تكملي. طب بقالك قد ايه في مجال الميك اب؟ انا بقالي بالظبط 4 سنين. 4 سنين وان شاء الله مكمله يعني. لا بس انت ما شاء الله يعني رحت لبنان وخدت كورسز هناك وخدت كورسز هنا في مصر، يعني واضح ان عندها تارجت يعني في الموضوع ان هي تكمل فيه. حابه انت موضوع الميك اب ده جدا جدا. اهم حاجه طبعا ان الواحد يكون بيعمل حاجه بيحبها. يعني تعرف ترسمي؟ بص، هو دايما معظم الميك اب ارتست بيقولوا لك لازم تكون تعرف ترسم عشان تطلع ميك اب كده. لا مش شرط خالص، لان دي ليها علاقه بالالوان ودمج الالوان، ملهاش علاقه بالرسم يعني. بقيه الحاجات دي بقى كلها انت بتتعلمها، يعني رسم العيون طبعا بتختلف. ممكن عروسه تجيلك تقول لك انا عايزه لوك معين، فاللوك ده ممكن ما يليقش عليها، بس المفروض ان انت يعني تعمل لها اللي هي عايزاه. هنشوف شويه صور كده معانا دلوقتي. تمام. بتعمل لها اللوك اللي هي نفسها فيه بس اللي يليق على ملامحها يعني. طب بالنسبه للميك اب بقى بتاع الصبح وبتاع بالليل وكده، تقدري تنصحي البنات بايه ان هم عشان يعرفوا يميزوا؟ لان ساعات في بنات بتعمل ميك اب اوفر قوي، فعشان يقدروا يميزوا بقى المناسبه الصبح بالليل. الجامعة مثلا بتلاقيها حاطه فول ميك اب. لا، وفي كمان في بنات بتنام بالميك اب، ده غلط جدا. يعني انا دايما بطلع في لايف عندي في البيج بقول ان الميك اب غلط جدا ان انت تنامي بيه. الصور معانا اهي. ده كان لوك ايه يا زفاف؟ ده لوك ويدنج، ده فول ميك اب. ده لوك لبناني، المفروض ان انا اشتغلت على ملامحها وفي نفس الوقت عملت رسمت العين. حاطه ده لوك تاني. ده مش ويدنج. لا، ده يعني سهرات. سواريه بالظبط. لا بس ما شاء الله، احنا لما دخلنا عندك لقينا في ناس كتير جدا حابه شغلك وبتشكر فيه. بص، هو انا كمان مش معتمده على الميك اب بس، انا عندي بيوتي صالون متكامل. جلسات بقى السكين كير والبشره والشعر، عندك حمام مغربي واللاشز الدايم والمايكرو بليدنج. طب عايزك تقولي العنوان بتاعه بالظبط، يعني قول لنا العنوان بتاعه عشان اي بقى حد يبقى في اوفر لو حد جاي من برنامج الجريء والجميله تعملي له خصم 100%. هو الصالون في العاشر من رمضان، امام بوابه نادي الصفوه الرئيسيه المجاوره الثالثه. وطبعا بقى بالنسبه للوكات الخطوبه والويدنج او كده بطلع عادي، بروح اي محافظه، بروح الدار، بروح الاوتيل. لو في اي حد جاي تبع قناه الصحه والجمال اكيد هيبقى ليه خصم كويس. 100%. طيب دلوقتي يا جماعه اي حد جاي تبع الصحه والجمال هيبقى له خصم. افرحوا بقى يا بنات. هتخسرني بقى. ايوه، برنامج الجري والجميله. هنعمل خصم كام؟ 20%؟ طيب كويس، هنعمل خصم 20%. كويس، لكن 100% دي انت كده هتخسرني بقى.
طب كلمينا عن احدث خطوط كده الموضه في الميك اب عشان احنا وقتنا برضو قرب يخلص شويه. تمام. فكلمينا عن احدث خطوط الموضه في الميك اب، عن الالوان اللي طالعه موضه في الموسم. هي الالوان اللي طالعه دلوقتي اللي هم اكتر لونين منتشرين دارجين قوي جوه مصر وبره مصر، الكشميرات والنود. الالوان النود دي اللي هي بتبقى على بنيات وبيجات وكل الالوان الهاديه. الكشميرات بقى بتبقى ماسكه الموفات كلها بالكشمير بالبنك بالحاجات دي كلها، دي الالوان الدارجه دلوقتي. شكرا ليكي دلوقتي. معلش احنا الوقت خلص، وقت حلقتنا النهارده خلص. بنشكرك طبعا، وتشرفنا بيكي وتشرفنا بالموديل الجميله. واتمنى تكونوا استفدتوا طبعا، واديكوا عرفتوا اهو المكان بتاع البيوتي صالون اهو. ونشوفكم الحلقه الجايه. نشوفكم ان شاء الله يوم الخميس الساعه 7 وبرنامج جديد وجميل. شكرا يا استاذ ياسمين. شكرا.